قايمه على ظهرها حضرتك. واحنا بنحسب المشروع اللي مشرحها. يا عيني لما دخلت لما دخل اداها الاول ايه؟ في ظهرها. واحدة واثنين وتلاتة خمسة وفعل. خمس ضربات. اخر مزيق وحاسس ان فيها نفس. انا بحسب دي بس. ولسه فيها النفس. راح اداها واحدة في رقبتها دي اللي ادت للحياة. هنا هو عندي صرصور ودنها هنا. هنا فندم. قطع الشريان ده. تقرير الطبيب الشرعي. كل ده عشان الشقة. كل ده عشان الشقة. بعيد عنك ما حد يشوف اللي هو سافر يعني عشانها واحنا وديناه يسافر عشانها. وانا حاطه فيها ده انا حاطه 35000 والراجل قايل له تمام عشان يا فندم يديها يجيبها لعياله اللي هم ولاده عايز يبيعها ويجري. دلوقتي انتوا متكفلين باولادها دلوقتي بقى بالظبط يا فندم. ولحد دلوقتي لسه ما خدناش جنيه من المحكمه يصرف على الاولاد دي. دي مأساه ثانيه. دي مأساه ثانيه. عارف رحت الشؤون الاجتماعيه عشان اعمل قال لي اخر حاجه اخر حاجه حضرتك انا اسف ايه لازم تجيب صوره الحب عشان يصرف لك النفقه او المصاريف للطفل بتاعت الكرامه ده معاش الكرامه ده. اقعد يا عمار. اسمك ايه؟ عمار ابراهيم ايه؟ اشرف. اشرف تمام. ايه بقى بابا عمل ايه؟ قول له قطه يا ست. طب قول بابا عمل ايه احكي لنا. قول له كان بيلصق السكينه في المرتبه وعوره بقاه وجاب لها الطبق وهي كانت بتحميني وتاكلني وتعمل فيا كل حاجه وهو بيعورها وعشان هي مش عندها اكل بيتخانق. وانت بتحب بابا ولا ماما؟ لا ماما اكتر. وبتحب بابا؟ لا. انت عايز بابا يموت؟ عايزة اشنق. انت عايز تشنق بابا وعايز ماما ترجع؟ عايز اقول لها كلمة ويرجع تاني. عايز تقول لها ايه؟ تقول لها اي حاجة تقعد معانا تعيش مش تموت. يجري وعند محمد جاي يجري وراه والدنيا كلها اتقلبت. بصيت لقيت تليفونات من ده ومن ده الحقيقة. رحت لقيت بنتي ممددة في دمها. شفتيها وهي ما شفتش ظهرها. انا ما قلبتش. لا ما قلبتش الحكومه. أيوة محاميه بقى بنت حلال معديه هي اللي جابت الحكومه وجابت رئيس المباحث محمود الاحصر. لا انا اسال حضرتك على حاجه. حضرتك شفت بنتك وهي مرميه ميته؟ يا رب ما حد يشوفها يا ابني. يا رب ما حد يشوفها. جنة بنت مرميه في الارض والدم ده مغرقها من هنا. شفت الطرحه بنت ليا تقول لي ده كانت مفتحه ماتت مستوره وابنها فوقها باكل في الدم ويلعب في عينيه اللي مستحمل بيلعب في الدم وفي عينيه وهو عايز يقطع نور ويجري. جاله قلب ازاي وابنه على ايده والوليه خارجه وبياله غرقانه بدمها. مسك. انا جايه لحضرتك اهو. ببص بقى لقيت لك مين؟ لقيت لك الحكومه كلها وخدوني يودوني عنده. اتى بيكلمهم في التليفونات كلهم طفشوا اهله وكلهم طفشوا من البيت وهو جاي. واخد بالك؟ وهو جاي. جت الازعافه بالليل بعيد عنك ما حد يشوفها نزل على ظهرها يا شابه الله اكبر يا ابني ما حد يشوفها في حق جهنم. واخد بالك؟ وده هي قلت لهم هاتوا ده يشوف امه. قالوا لا ما يشوفش امه حرام عليك يا حاجه ده صغير. قلت له ياخد طر ابوه طر امه من ابوه. قالوا لا حرام عليك يا حاجه. ولقيت جيران جه محمود الاحصر شالوا الواد وحموه ودخل مع الراجل وخدوا كام مره المطريه وسالوا وكل ما اخش جوه يقولوا تعالي يا حاجه كده عشان حق بنتك يجي. يا جماعه حق بنتك يجي لحد دلوقتي فين حق بنتي؟ مسكوه ازاي؟ مسكوه من اسم البساتين مسكوه من التراب التراب البساتين. يعني كان هرب مستخبي ولا؟ مستخبي. انا رحت له في اليوم ده ما لقيناهوش والحكومه خدتني ندور ما لقيناهوش. ده بابا يا عمار؟ اه. انت بتعمل ايه دلوقتي؟ بتعمل ايه في الصوره بتاعت بابا؟ بتفعلي. ازاي؟ وريني. لا ارجع. لا 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 انت انت بيضرب ماما؟ حط لها السكينه فين؟ في المرتبه. حط لها السكينه في المرتبه كده؟ بس بقى ابي خري ده ومسكني كان هيضربني في الشاشه راح ضربني في الدولاب. عشان كده انت مش بتحبه. وكان بترضع مين؟ اعمل ايه؟ معلش ربنا يصبرك. انا ما بنامش ولا اخواتي. معلش عارف اخواتها زعلانين يعني في ناس ولاد حلال هيشيلنا عن الناس.
ترجمة